حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. شيخ سعد حياك الله. حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله إخوة المشاهدين. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي الآن تظهر أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أسعد بتواصل جميع الإخوة من خارج السعودية ومن داخلها من خلال أرقام المعلنة أو من خلال منتدى الجواب الكافي أو الصفحة التي جعلناها في الفيسبوك أيضا للجواب الكافي. أسعد أيضا بنقدكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم لتطوير برنامجكم الجواب الكافي. شيخ سعد، هنا أحد الأخوات تقول ما حكم توصيل الشعر بخيوط ملونة غير اللون الأسود؟ القصد من ذلك الزينة، مر عليك هذا؟ أي نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فوصل الشعر بغير اللون الأسود لا بأس به، نص الفقهاء على ذلك. نعم، وذلك لأن علة النهي عن الوصل منتفية هنا، فإن علة النهي عن الوصل قد وردت في حديث معاوية رضي الله عنه لما أتى المدينة وأخذ شعرا وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا، وسماه الزور، فأشار لعلة النهي عن الوصل، وهو قال الزور، فيه إشارة للعلة وهي ما فيه من التزوير والتلبيس والتدليس، وهذا إنما يكون فيما إذا وصل الشعر بشعر مثله. أما إذا وصل الشعر بغير شعر، يعني كما ذكر في السؤال، بشيء ملون، فهذا لا بأس به، لأنه يعلم بأنه ليس بشعر والغرض منه الزينة، وقد نص فقهاء الحنابلة على جواز ذلك. نعم. طيب، الأخت سارة الحسين هنا تقول: أستاذتنا في الجامعة حصلت على درجة علمية، وبهذه المناسبة قامت بتوزيع هدية على الطالبات القاعة، طالبات من باب رد الجميل اتفقوا على إهداء هدية بهذه المناسبة، هل هذا الفعل جائز؟ هذا الشيخ سعد يواجهكم أنتم في التدريس. أي نعم، يعني المعلمة هل هذه أستاذة في الجامعة، يمكن كانت معيدة وصارت الآن محاضرة، نعم، فقدم الناس قام بتوزيع هدية على الطالبات، الطالبات يردوا لها، يعني مثلكم شيخ سعد في الجامعة، ردوا لك، صرت أستاذ مشارك، نعم. يعني ردوا، عزموك في قصر أفراح ولا عزموك في مطعم ولا شيء، يجوز. نعم، هو مثل هذه الأمور، يعني ما يهديه الطالب لمعلمه، طالبة لمعلمتها، الموظف لمديره، هذه ورد فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة عبد الله بن لتبية لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الصدقات، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال الرجل نستعمله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد شيئا من هذا المال لا أتى به يوم القيامة، إلى آخر الحديث. فدل ذلك على أن ما يأخذه الإنسان الموكل بعمل أو بمهمة فوق عمله ومهمته أن ذلك لا يجوز، وأن هذا من الغلول، كما جاء في الحديث الآخر، حديث أبي حميد الساعدي، هدايا العمال غلول، رواه أحمد وغيره بسند جيد. فإذا نقول الأصل في هذا هو المنع، الأصل في هذا عدم الجواز. طيب، كون المعلمة أهدت للطالبات لا حرج في هذا، لكن كون الطالبات يهدين المعلمة لا شك أنه يترتب على ذلك مفسدة من يعني استمالة قلبها، نعم، ونحو ذلك من المفاسد. فأقل ما يقال في هدية الطالبات لمعلمتهن أن هذا فيه شبهة، ولهذا فتؤجل هذه الهدية إلى ما بعد. طيب، التخرج. طيب، ابدا بالاتصالات، ابداها بالاخت نور من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله، تفضلي. عندي سؤال. شخص مثال نض بعد الفجر في شهر رمضان، وعلى اساس انه هو يحسب ان الفجر مدد، نض شرب ميه، فشل الصيام هذا؟ متعود اليوم هذا. اخت نور، اي نسمع فيك. هو قام ونسي انه صايم وشرب مويه، ويظن الفجر ما بدا الان، او طلع الفجر، او ماذا؟ اي ظن ان في نفس ان الفجر ما طلع. اي ظن الفجر. شيخ سعد، طيب، واضح. طيب، في سؤال اخر؟ اي في سؤال اخر، تفضلي. ايوه،
سؤالك؟ الو ايه اسمعك اسمعك سؤالك. الو والله اني اسمع. السلام عليكم. طيب معي من ليبيا. السلام عليكم. ايمن من ليبيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. حياك الله يا خان محمد. حياك الله حبيبنا. جزاك الله كل خير. حياك الله فضيله الشيخ سعد. حياكم الله بارك الله فيك. جزاكم الله كل خير. بالله السؤال الاول يا اخ محمد بارك الله فيك. سم حبيبنا. عندي اخي اتاه شخص وجابوا له بعد البضاعه للبيع. وهذا بعد ما باع البضاعه اخي هذا الشخص غاب عنه 3 سنوات ولم ياته لحد الان. طيب. واخذ هذا المال اخي وصدقه على مسجد. وحكم ذلك واذا كان واذا رجع له الشخص عندما حكى الى اخي حكى لي قال لي اذا رجع لي الشخص ساخلصه في المبلغ الذي بعت له البضاعه. واضح السؤال يا اخي؟ واضح. طيب واضح الله يطول عمرك. سؤالك الثاني وش هو؟ السؤال الثاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من قلب. ما تفسير هذه الله الله يرحم والديك؟ نعم ابشر. وعندي طلب يا اخ محمد بارك الله فيك. سم بالله عليك اريد هاتف الاخ عبد الرحمن الذي يقدم في البرنامج مع سماحه المفتي عبد الرحمن العمري. عبد الرحمن العمري اراد ان يتصل بي لكن لم يتصل بي لحد الان. لا حبيبنا عبد الرحمن ما بيقصر جزاه الله خير. يمكن يسمعنا الحين ابو اسامه. نعلن رقمك ابو اسامه على الهواء. والله اني سمعتك يا اخ محمد. طيب لعلك الاخوان يحولونك على الكنترول الان يشوفون كان عندهم رقم حبيبنا عبد الرحمن يعطونك اياه ان شاء الله. شكرا لك شكرا لك. صالح من السعوديه. السلام عليكم ابو صالح. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام كلمني بالتليفون الله يطول عمرك. ابشر ابشر الله يحفظك. حياك الله شيخ محمد. هلا طويل العمر ابو صالح شلونك؟ الله يحفظك ويبارك فيك. اولا انا بعتب عليك يا شيخ. يا ساتر. اي والله انا الاسبوع الماضي الحلقه الماضيه سالت سؤالين. اي اذكرت ابو صالح. تجاوزت الاول ابو صالح لك حق في ذلك لكن الثاني ودي تعرضه على الشيخ. ابو صالح شلونك؟ الله يحفظك يرفع قدرك. ابو صالح الحلقه الماضيه انت يمكن شفتها الوقت انتهى ولا والله ما قدرنا نجاوب على شيء. لا يا شيخ لا تجاوزت تجاوزت السؤالين. طيب اسف. السؤال وشو كان؟ الله يحفظك. السؤال فيما يتعلق في احكام اللباس للنساء بارك الله فيك. لا لا ان الشيخ يشير اليها خصوصا اننا نستقبل موسم الاعراس بارك الله فيك. انا ذكرت سؤالك وكنت تعمدت اني اتجاوز سؤالك من باب الانصاف يعني لحكمه يراها محمد العبد الفقير. والحين بطرحه الله يبين بس انا رايت مصلحه معينه. طيب السؤال عندي سؤال جديد الله يرفع قدرك. تفضل. هل كثره الهرج من علامات الساعه بارك الله فيكم يا شيخ؟ كثره الهرج نعم. وهل ورد فضل للعبادة في آخر الزمن وخصوصا أيام الفتن؟ نريد كلمة توجيهية حقيقة يعني أمام انشغال الناس وغفلتهم وتقصيرهم ونحن منهم في جانب العبادة. نريد الحقيقة يعني تنبيه وخصوصا فيما يتعلق في قيام الليل والدعاء في أوقات الإجابة وغيرها بارك الله فيكم. طيب شكرا لك. لا أعيد وكرر دائما الإخوة اللي يشاهدوا البرنامج لا يصير حساسين شوي. حال الإنسان يبتسم لي شيء قبل شوي وأنا أكلم الأخ جاني المخرج وقال حياك الله. قلت حياك الله فنسيت إني أكلم ماجد صلاحات على الآن السماعة. من اللي معي أبو بدر؟ أمة الله السلام عليك. نعم. أنا أحيانا أنسى إني على الهواء. أمة الله السلام عليك. أمة الله السلام عليكم. جزاكم الله الخير على البرنامج. حياك الله. من سؤالان. طيب السؤال الأول أنا في العراق وفكرت السفر إلى عمان لكن الطبيبة لا تنصح بالسفر البري إنما السفر الجوي. نعم. لكن المشكلة السفر الجوي جدا مكلف يعني فهل يجوز أن أسافر لحالي بدون محرم أم لا يجوز بسبب التكلفة العالية؟ الله المستعان. طيب أنت بتروحين من بغداد إلى عمان؟ نعم. نعم. طيب وطبيعة السفر يعني هل أنت مضطرة للسفر؟ نعم. نعم وما تقدر تروح برا. طيب وتسال عن المحرميه. نعم. في مساله السفر. سؤالك الثاني وشو يا امه الله؟ السؤال الثاني جزاك الله خير مثل تبييض الاسنان هل هو حلال ام حرام؟ طيب تبييض الاسنان شو اسمه؟ واضح؟ نعم نعم واضح. ابو عبد المعز من الجزائر السلام عليكم.
ابو عبد المعز. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، هلا والله. السلام عليكم. عليكم السلام. وشاك اخونا محمد عباس. حياك الله. حياك الله. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. الشيخ، ما حكم اللفظ اللي زاد حصل؟ هذه اللفظه وش حكمها في الشرع؟ ما حكم؟ وش هي؟ اللي زاد حصل. احنا عندنا هنا بالجزائري يلفظوا لفظ الكلمه هذه، يقول اللي زاد حصل. والله اني ما ادري يا حبيبي. الكلمه ما هي الكلمه؟ تعيدها مره ثانيه. لجان حصل. لجان؟ يا اخوان اللي في الكنترول ياخذونا شوي. انا ما احيانا والله ما استوعب شوي. نظار؟ ما سمعناك يا حبيبنا ابو عبد المعز، انا ما فهمت وش هي. ايوه. طيب الاخوان في الكنترول ياخذون اتصاله الان وياخذون الكلمه اللي قالها، انا ما سمعتها ترى زين. طيب. شكرا لك الاخت ام عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، حياك الله، تفضل يا اختي. لو سمحت عندي سؤالين. طيب. السؤال الاول، انا نازله صوم 20 يوم متتالي يعني، بس جت الدوره صمت 17 وجلست يومين وبعدها صمت ثلاث، صيام صحيح يعني، ولا عيد. واضح لك. نذرتي اخت ام عبد الله. اي نعم. تسمعني شيخ سعد. نذرت تصومين 20 يوم، مر بك العذر الشرعي فقطعتي النذر. ايوه. ثم لما انتهى منك العذر الشرعي كملتي. اي جلست بس يومين، انا على المتتالي بس جلست يومين وصمت ثلاثه بعد. طيب واضح؟ آه. طيب يعني الاشكال عندك في قطع العذر للتتابع؟ اي. طيب السؤال الثاني. الثاني. ايوه. الله يجزيك خير، عندي فلوس انا اشتريت ارض، قصدي يعني ازود فلوسي عشان اشتري بيت. هل علي زكاة يعني بشراء الأرض؟ طيب واضح. اللي هي معها فلوس تشتري بها بيت الآن. طيب شكرا. شكرا أم عبد الله. عبد الباري، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا والله عبد الباري. هلا والله. تفضل سؤالك. أشكركم على برنامجكم المفيد، ولدي أربعة أسئلة يا شيخ. عذره مفيد. أربعة أسئلة. هل المصلي يدعو بما شاء من الأدعية بعد التشهد أم يقتصر كل ما ورد في السنة؟ والسؤال الثاني، ما حكم قراءة الروايات؟ قراءة الروايات؟ الروايات. ايه. والثالث، ما حكم الإعجاب؟ والرابع؟ والرابع، ما حكم قول الله يرجك؟ وتقولون لنا بعد لا تضحكون. شكرا يا عبد الباري. بقي معنا أحد؟ شكرا للجميع. يعني أبو صالح اعتذر إلي اللي ذكر السؤال، لكن أنا ودي أيضا أبين لأبو صالح جزاه الله خير ويستحسن عرض سؤاله الآن. أحيانا مقدم الحلقة يرى من المصلحة أن بعض الأسئلة تناسب شخصيات معينة، وأحيانا بعض الأسئلة لا تناسب. مثلا المعاملات المالية، هناك ضيوف يعني هي تخصصهم، مثل الشيخ عبد الرحمن الأطرم مثلا، وبعض الضيوف أحيانا قبل الحلقة يعني يسر لي أنا ويقول لي والله أنا لا تعرض على أسئلة مالية، فنحترم رأيه. فلا بعض الأخوة لما أنا ما أضع السؤال ليس تقصدا أتجاوز، أحيانا ما أرى مصلحة يعني في طرح سؤاله في الحلقة. حياك الله شيخ سعد. الله يبارك. نور من تونس سألتك بالنسبة لشرب الموية، واحد شرب الموية يظن الفجر ما طلع في رمضان، طبعا الكلام هذا وش عليه؟ نعم، صومه صحيح في أظهر قولي العلماء، وذلك لأنه لم يتعمد الفطرة في نهار رمضان، وإنما شرب الماء مخطئا يظن أن الفجر لم يطلع فبان أنه قد طلع. وقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. كذلك أيضا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولا فرق بين النسيان وبين الخطأ في هذا، لأن النسيان والخطأ يشتركان في كثير من الأحكام الشرعية. ولهذا في القول الصحيح هو اختيار ابن العباس بن تيمية رحمه الله أن صومه صحيح. نعم. هنا في منتدى الجواب الكافي الأخت سلمى إبراهيم طرحت سؤالا هنا وأرادت مني ولحت جزاها الله خير أن أجيب على سؤالها. تقول الأخت سلمى أنه الأولين يا شيخ سعد، أنا ألخص سؤالها الطويل، الأولين مثلا كانوا يكتبون وصايا، فتجدوا مثلا يكتبون جزء منه يكون
إشعال المسجد مثلا الأولين كان بالأتاري وغيره وربما بأشياء سهلة جدا، وجزء منه يكون للتمر ويكون أشبه بالوصية التي يوصي بها المتوفى، ثم يفجؤون بعد ذلك أن المبلغ الموجود هو أكبر بكثير مما يعني مثلا أحيانا أضحية، كل هذه قد لا تكلف إلا 1000-2000، وقد يكون المبلغ المتواجد أحيانا قد يصل 60-70 ألف. الآن ماذا يفعلون به؟ البعض اقترح عليهم كما تقول الأخت، اقترح عليهم أنه والله يأخذونها ويبنون بها مسجد مثلا، هل هذا الفعل سليم؟ هل أو يلتزمون بما أوصى به المتوفى؟ نعم، هذه المسألة سميها الفقهاء مصرف الوقف المنقطع. نعم، فلمن يكون؟ هل يرجع لورثة الموقف أو أنه يكون في وجوه البر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. نعم، والصحيح في هذه المسألة ومختاره الموفق من قدامه رحمه الله من أنه يكون في وجوه البر، وذلك لأن الموقف إنما قصد إخراج هذا المال لله عز وجل تقربا إلى الله تعالى، وقد قصد أن يكون في وجوه البر، لكنه سمى مصرفا وتبين فيما بعد أو مع مرور الوقت أو طرأت أمور جعلت هذا المصرف يقصر عن هذا الشيء الذي قد خصصه، وحينئذ فالفاضل من مصرف هذا الوقف يصرف في وجوه البر فيما هو من جنس الوقف. ولذلك فمثل هذا الذي مثلا أوقف في مسجد فيصرف في المساجد فيما هو يعني مصلحة المساجد، إذا كان مثلا في مثلا إضاءة مسجد، في تمر في مسجد، في يصرف في إصلاح المساجد في شيء نفس اللي نعم كان وصاله. نعم في نعم في فيما هو من جنس ما يعني وصى به أو وقفه، ولا يرجع ذلك المال للورثة في أظهر أقوال أهل العلم، لأنه لو أراد الموقف أن يكون للورثة لما أوقف هذا القدر، إنما قصد إخراج هذا القدر لله عز وجل، وحينئذ فنقول متى ما يعني تعطلت بعض مصارف الوقف فإنها تنقل فيما هو من جنسه. نعم، وحينئذ فهذه الوصايا والأوقاف تجعل في المساجد فيما ينفع المسجد، يعني مثلا إذا كان في إضاءة المسجد ونحو ذلك تجعل في صيانة المسجد، في التكييف، في الفرش، في أي شيء ينفع أو يفيد المساجد. طيب أبو صالح، سأل كثرة هرجة لي من علامات الساعة؟ نعم، هي من علامات الساعة كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشراط الساعة أن يكثر الهرج، وقيل يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. وهذا يعني الحديث كما ذكرت حديث الصحيحين، وهو يدل على أن كثرة القتل أنه من علامات الساعة، ونحن نرى بوادر هذا الوقت الحاضر، يعني لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع أخبارا عن مقتل وناس كثيرين في عدة أماكن وعدة بلدان، ربما أقول ربما يكون هذا من أشراط الساعة. إلا خلي سألكم من ليبيا في قضية البضاعة للبيع واللي غاب عنه 3 سنوات ثم رجع. أي نعم نعم، هو يعني تعامل مع شخص ثم إن هذا الشخص الذي تعامل معه غاب عنه ولم يستطع أن يصل نعم إليه، فوضع هذا المال يعني تصدق به في وجه من وجوه البر على أنه متى ما رجع صاحبه أعاد إليه ماله، فهذا الذي فعله هو الصحيح، وهذه القاعدة في كل مال لا يهتدي الإنسان إلى صاحبه، فإنه يتصدق بهذا المال عن صاحبه على أنه إن رجع صاحب هذا المال يخيره، يقول تصدقت بهذا المال عنك، فإن شئت أمضيت أجر الصدقة لك، وإن شئت ضمنت لك هذا المال ويكون أجر الصدقة لي، هذه القاعدة في كل الأموال التي لا يهتدى إلى أصحابها. طيب، سألك قول تعالى يحب الله الجهر بالقول والسوء لمن ظلم. نعم، هذه الآية يقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقد جاء في عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها أنه قال لا يحب الله تعالى أن يدعو أحد على أحد إلا من ظلم، فيجوز له أن يدعو على الظالم بقدر مظلمته. نعم، وهذا يدل على أن الدعاء على المسلمين أنه لا يجوز، الأصل فيه أنه لا يجوز، وأنه من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله عز وجل إلا في حق المظلوم، فيجوز أن يدعو على ظالمه بقدر مظلمته. ولهذا نجد بعض الناس تجد أن الدعاء على الناس على لسانه، الله المستعان، يعني ربما لأتفه السبب يدعو على الآخرين، هذا لا يجوز، وهذا من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله عز وجل، عندما يغضب يدعو، عندما يعني تجد أنه قد اعتاد لسانه على الدعاء على غيره، هذا لا يجوز هذا مثل هذا العمل، وهذا من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله عز وجل. يستثنى من ذلك حالة واحدة وهي ما ذكر الله عز وجل في قول إلا من ظلم، المظلوم يجوز له أن يدعو على ظالمه بقدر مظلمته.
ولو عفا كان أفضل. ولو عفا لا شك أن العفو أنه مرتبة أكمل وأفضل. سألتك يا الأخت أمت الله من العراق، السفر تريد أن تسافر إلى عمان من بغداد إلى عمان بالطيران، وذكرت أنه تسأل عن قضية المحرمية الآن. نعم لا شك أن من بغداد إلى عمان أنها مسافة سفر، ولذلك لا بد من السفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة لو معها ذو محرم. فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، وذلك لأن المرأة إذا سافرت بدون محرم تحصل الفتنة منها وبها، وتكون محل مطمع للرجال، خلاف ما إذا كان معها المحرم فإنها تهاب ويهاب محرمها ولا أحد يتحرش بها أو يعتدي عليها. لكن إذا اضطرت اضطرارا وصلت المسألة مرحلة الضرورة، وهي قد ذكرت أن السفر ضروري، لو اضطرت اضطرارا بحيث إن هذا السفر لا بد لها منه ولم تجد محرما، فيجوز في حال الضرورة مع الرفقة المأمونة يجوز ذلك، يعني كما في قصة عائشة رضي الله عنها في قصة يعني في قصة الإفك، فإنها يعني كانت مضطرة، فلو اضطرت اضطرارا فيجوز لكن بقدر الضرورة، وإلا الأصل أنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم. تبييض الأسنان سألت عنه أمت الله أيضا. لا بأس بتبييض الأسنان ولا حرج فيه، والأصل فيه الحل والإباحة، بل إن السواك هو في الحقيقة يعني فيه تنظيف وتبييض للأسنان، لأنه إذا نظفت الأسنان فإنها تبيض، ولذلك فنقول يعني الأصل في هذا الجواز. نعم. سألك أبو صالح بالنسبة توجيه اللباس في، نحن مقبلون على الأعراس والزواجات، ويسأل بالنسبة توجيه النساء في قضية اللبس، توجيه أيضا لأولياء الأمور للأزواج للتجار أيضا في هذه المسألة. نعم الحقيقة يعني أن من ينظر إلى واقع اللباس لدى النساء وتوسعهن في لبس اللباس غير المحتشم لا يأسى كثيرا أن يرى نساء المسلمين يعني بلغ بهن الأمر إلى هذه الدرجة. والأصل في المرأة المسلمة أنها تلبس اللباس الساتر، اللباس المحتشم، اللباس الواسع، اللباس الفضفاض، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وحتى يعني المرأة مع يعني النساء حتى وإن كانت في قصر أفراح ليس لها أن تتوسع في اللباس، يعني هذا التوسع الذي نسمع به هذا لا شك أنه يعني لا يجوز مثل هذا العمل. وربما أن يعني نقل أن بعض النساء تلبس لباس ربما في السابق لا تلبسه المرأة إلا أمام زوجها، يعني وصل الأمر لهذه الدرجة. ولهذا يعني ننصح الأخوات بأن يتقين الله عز وجل، وكذلك أيضا أولياء الأمور عليهم مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى. فإن كان يعني ما نسمع عنه من هؤلاء النسوة اللاتي يتوسعن في اللباس في قصور الأفراح توسعا كبيرا، إن كان أولياء أمورهن من الأزواج ومن الآباء إن كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة، وإن كانوا يعلمون وأقرهم على هذا فالمصيبة أعظم. وكذلك أيضا يعني التجار المسلمين الذين يبيعون هذه الملابس أيضا تلحقهم التبع في هذا والإثم، لا يجوز أن يبيعوا مثل هذا النوع من اللباس على نساء المسلمين، وينبغي أن يحرصوا على توريد اللباس الساتر اللباس المحتشم. ثم أيضا هناك مسؤولية كبيرة على الأخوات التي يشاهدن هؤلاء النسوة، يعني الجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة في أوساط النساء تكاد تكون منعدمة الحقيقة أو ضعيفة جدا، وهذا حقيقة يعني في إشكالية كبيرة. لا بد من القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من القيام بواجب النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، يعني كأن حصر الدين في النصيحة، لكن النصيحة تكون بالأسلوب الحسن وبالأسلوب المناسب، ومع أيضا تحمل ما قد تلاقيه المرأة من 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 الأذى. والله عز وجل يقول وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذه المرأة التي تأتي بهذا اللباس الفاضح عندما يعني ربما أنها تمضي عليها يعني مدة طويلة وما نصحت، عندما تأتي مثلا وتنصح من ثلاث نساء فقط، أتتها امرأة ونصحتها ثم الثانية ثم الثالثة، لا شك أن هذا يؤثر، وأنها على الأقل تشعر بالتقصير وتشعر بأنها قد أخطأت. لكن عندما لا تجد من ينصحها، ربما تجد من ينظر إليها نظرات إعجاب وليس نصيحة، فهذه حقيقة تستمر في هذا الأمر، وربما تجد من يقلدها، وبالتالي يتسع يعني هذا الأمر ويتوسع النباس يتوسع النساء في مثل هذه الألبسة المخالفة للشرع. طيب أخذ اتصالات أبدوها من ليبيا. أبو صهيب السلام عليكم.
طيب قتيبة من الكويت، السلام عليكم. قتيبة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. ممكن أكلم شيخ؟ يسمعك تفضل. عندي سؤالين. تفضل. الأول عندي جهاز الجامعة في الغبار. أنا بسمع. هل إيش؟ وش السؤال يا حبيبنا؟ أقول هل يجوز الجمع في الغبار؟ يجوز الجمع في الغبار. والثاني. أيوة. هل يجوز تحديد اللحية؟ تحديد اللحية. أي. أبشر يا حبيبنا. شكرا شكرا لك. أبو صهيب كان معنا لا زال ولا راح؟ اللي من ليبيا. طيب لعل أبو صهيب إن شاء الله يرجع. أخت غالية السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا بكلم الشيخ. يسمعك. طيب بالله جاوب على سؤالي. يا شيخ جاوب. نعم نعم. طيب كيف يمسح الرأس أثناء الوضوء عند النساء؟ يمسح الرأس؟ أيوة كيف يمسح؟ يعني عند النساء يرجعونه ولا لا؟ طيب والله ناشي. واضح. طيب السؤال الثاني. أيوة. إذا طلعت الرجل وأنا أثناء الصلاة يعني عند الصلاة ولا لا كمل؟ أثناء الصلاة. أثناء الصلاة. ايوه اثناء الصلاة وانا طلعت رجلي. طيب. هذه يعني اكمل الصلاة ولا اقطعها؟ طيب السؤال الثالث ما حكم كلمة يا ربي رباه؟ وراهم ذي اليومين على يا الفاضي يا ربي رب يا ربي رباه. ايوه يا ربي رباه. وهذاك ايش يقول يا شيخ سعد؟ يقول الله يرجع. طيب شكرا. طيب. شكرا شكرا لك ابراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام حياك الله اخوي ابراهيم. حياك الله شيخ محمد. هلا بالحبيب. هلا بالحبيب. الله يسلمك. في مطلب الشيخ صالح الفوزان الان اطل في قناه السعوديه. انا امل ان ينضم لاصحاب الفضيله في هذا البرنامج. ابشر. السؤال الثاني الله يسلمك بالنسبه الان ما يطرح من قياده المراه للسياره. ايوه. الان يعني فيه نوع من التناقض. الان الدوله تؤكد على هذا المنع وأنه مبني على قرار من هيئة كبار العلماء، وخادم الحرمين حفظه الله يؤكد احترام العلماء وأنهم ملتزمون بما يقوله العلماء وأنهم يصدرون عما يقوله العلماء، ثم يأتي بعض من يكتب في الصحافة وللأسف الشديد بعض من من المفترض أن يمنعهم ثم يعني يطبل لما يقول هؤلاء بتأييدهم. يعني فيه تناقض لما يخرج مسؤول ويتكلم عن يعني شيء مضاد لبعض المسؤولين في الكبار في الدولة. فأتمنى من الشيخ أن يعلق على هذا الموضوع بالنصح للأمة حتى لا يخترق الصف وحتى لا يحصل الشقاق والنزاع. صحيح. والنصح لولاة الأمر في هذا. صحيح. صحيح. الله خير. شكرا حبيب إبراهيم. الأخت أم صهيب السلام عليكم من الرياض من ليبيا. من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاثة أسئلة. طيب تفضلي. حكم لبس سترة داخلية للمرأة. وش هي حكم ايش؟ السلام عليكم. اسمعك السؤال الأول وش هو؟ نعم. السؤال الأول حكم ماذا؟ حكم لبس السترة الداخلية للمرأة. طيب. السؤال الثاني ما هو الإشكال؟ أنا أختي مدرسة في مدرسة. هذا السؤال الثاني. والمدرسة لديها ألعاب خاصة بالطلبة الصف الأول ابتدائي. طيب. والمدرسات القائمين على طلبة الصف الأول ابتدائي لا يستعملون هذه الألعاب. طيب. فما حكم أخذها؟ ما شاء الله. طيب. وعندي سؤال ثالث. أيوة. حكم المدرسة حكومية. بس حكم طيب. إيش السؤال الثالث وش هو؟ السؤال الثالث حكم خروج المرأة من غير إذن زوجها. من غير إذن زوجها. إذا كان زوجها هجرها وهو لا ينفق عليها. طيب يا أخت أم صهيب. أم صهيب. إيه أسمع. السؤال الأول وش هو؟ حكم السترة الداخلية. الشيخ سألك وش المشكلة؟ إيه حكم لبسها للمرأة. أنا ماني معلق ما أدري وش بس عاد تعرف إيش ما فهمت وش يعني هذا المصور يشير لي الآن. نعم ما فهمت. ما هو الإشكال عندك؟ ما هو الإشكال؟ المدرسة حكومية. إيه طيب فهمت السؤال الثالث. السؤال الثاني الإشكالية وش مدرسة سألتك واضح. نعم سألت على الجواب. المدرسة حكومية أم أهلية؟ لا حكومية. طيب واضح. طيب
السؤال الثاني فهمته؟ فهمناه يا طويل العمر، فهمناه. أبشري. حكم خروج المرأة من غير إذن زوجها إذا كان زوجها لا ينفق عليها. أبشري أبشري، والله فهمناه، أبشري. شكرا لك يا أختي. محمد من اليمن، السلام عليكم. طيب أخت أسماء، السلام عليكم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما أدري يا شيخة، بسأل إن المعلمة تساعد الطالبات فترة المراجعة عن الامتحانات. أي. أي، وعندي سؤال ثاني. تساعد الطالبات أثناء امتحان. أي لا، في أيام المراجعة. المراجعة صح. أي تساعدها عن الامتحانات. كيف تساعدها؟ يعني مثلا تقول لها هذا الأسئلة ترى بيدي، يعني هذا وكذا. هذا يا شيخ يعني تلمح لا واضح، الا واضح احيانا يعني، يعني المعلمات انا اشوف عند البنت في صلحها في البيت تقول لهم مثلا يعلموني يخطون خط على بعض الاشياء، انا تراها بتجي. السؤال الثاني وش هو؟ السؤال الثاني اني انا لي النحله لنا بيت في القصيم، وهل يجب القصر والجمع؟ وانتم من سكان الرياض؟ اي. طيب وهل يجب القصر والجمع؟ طيب واحنا مستقرين في الرياض حاليا. طيب واضح، واضح شيخ سعد. يلا شكرا. شكرا لك. بقي معنا احد الاخوان. الاخت ماجد من السعوديه، السلام عليكم. يا ليت الاخ اللي من اليمن يكون معنا نسمع اخبار اليمن بعد، يهمنا. الاخت ماجد السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا اختي. لو سمحت بسال الشيخ الله يعافيك. ايوه. اللي اخت توفت الله يرحمها. رحمها الله. آمين إن شاء الله وإياكم أجمعين. وحابة أسأل إنها الله يرحمها كانت لها بس سنة من زواجها. الله المستعان. ولها طبعاً جوهرات من ذهب وملابس. الله. بس حبيت أسأل الشيخ بالإمكان كيف نتصرف به. واضح يا شيخ. طيب نعم. طيب. شو معي من الجزائر، السلام عليكم. طيب بقي معنا احد يا اخوان ولا ناخذ الاسئله؟ شكرا شكرا للجميع. الاخ ابراهيم حبيبنا اللي سال عن سماع الشيخ صالح الفوزان، يعني لا نقوله من باب نتقدم على احد او ندعي الاولويه، انا اذكر اني زرت الشيخ صالح الفوزان قبل 3 سنوات لدعوته الى الجواب الكافي فاعتذر حينها، لكن الشيخ بعد ذلك علمت انه راى مصلحه جزاه الله خير وحقيقه يشكر على ذلك، فشارك الآن في القناة الأولى بالتلفزيون السعودي، وهي خطوة حقيقة مباركة نفرح بها، لأن خروج الشيخ أو غيره من المشايخ هي خطوة مباركة خاصة في القناة الأولى. أما خروجه معنا إن شاء الله تعالى، فالشيخ الآن في الطائف، نحن في المجد أيضا إن شاء الله نسعد به، لكن إذا كان ثمة محاولة إن شاء الله أنا سأزوره في الطائف في شهر 8 إن شاء الله، ستكون إن شاء الله في شوال، أعدكم إن شاء الله تعالى في شوال نسعى إن شاء الله أن الشيخ يكون معنا، سواء كان معنا أم في القناة الأولى، المهم أن مثل هؤلاء المشايخ خروجهم خروجا مبارك. الشيخ صالح أنا الحين جمع هالأوراق الله يكافي، قمت أضيع شوي، لكن وش أخذ لك؟ الأخت أم عبد الله تقول أني نذرت 20 يوم ومر عليها العذر الشرعي ووقفت ورجعت ثاني مرة. لا حرج، يعني لأن هذا يعني انقطاع التتابع بسبب أمر خارج عن إرادتها وهو نزول دم الحيض، فمثل هذا لا يقطع التتابع لا في بالنسبة للنذر ولا بالنسبة للصيام شهرين متتابعين في الكفارة المغلظة، فمثل هذا لأنه بغير اختيارها فلا يقطع التتابع. طيب سألت بالنسبة اشترت الأرض، عندها مال واشترت به أرضا أو لتبني به بيتا، تسأل عن الزكاة. نعم، هو يعني هذه الأرض الآن التي اشترتها إذا كان الغرض من هذه الأرض هو التربص بهذه الأرض لأجل أن ترتفع قيمتها ثم تبيعها، أو كان حتى الغرض حفظ مالها، ففيها الزكاة في أظهر أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور أن فيها الزكاة، وذلك لأن هذه الأرض هي في الحقيقة بمثابة النقد لكن على صيغة أرض، يعني هي كأنها نقد جامد، فكأنها يعني كأن عندها مال في البنك أو في مصرف، لكن يعني هي جعلته على شكل أرض، فلا شيء يخرجها من عمومات الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، فهي تدخل في عروض التجارة، وكونها تريد أن تبيع هذه الأرض مثلا ثم بعد ذلك تشتري به بيتا لا يخرجها من يعني وجوب الزكاة فيها، اللهم إلا إذا كانت تنوي بهذه الأرض أن يعني بناء مسكن عليها
فهذه لا تجب فيها الزكاة. فإذا النية هنا مؤثرة، النية هنا مؤثرة في الحكم، وهي أدرى بنيتها. فإن كانت تريد أن تنوي بيت، تبني بيتا على هذه الأرض، لا تجب فيها الزكاة. إذا كانت لا تريد يعني بيعها، لا تريد بناء بيت، ما تريد بيعها ولو كان بقصد شراء منزل، ففيها الزكاة. إذا كانت تتربص بها الغلاء ففيها الزكاة. إذا كانت تريد بها حفظ مالها ففيها الزكاة. فإذا الحكم المرجع فيه إلى نية مالكة الأرض. طيب نعم. الأخت أم صهيب من ليبيا سألت السترة الداخلية لم تكن واضحة لديك ولا لي شخصا؟ ما أدري ما هو الإشكال، يعني هي لم تبين الإشكال في هذا. نعم. طيب الصورة لم أحيانا بعض الإخوة ترى فهم السؤال أيضا يريحنا شوي، لكن السؤال لم يكن واضحا، يمكن بعض الإخوة الآن يرسلون لي بالتوضيح. تسأل أختها مدرسة في مدرسة وعنده ملعب لا يستعملها الطلاب، يجوز أخذها؟ لا يجوز أخذها. هي ذكرت أن المدرسة حكومية، هي سواء كانت حكومية أم أهلية، لكن الأهلية ربما صاحب المدرسة إذا أذن نعم فيجوز. أما بالنسبة للمدارس الحكومية فهذا من بيت مال المسلمين، هذا لا يجوز لها أن تأخذ هذه الألعاب مطلقا. طيب نعم. حكم الخروج المرأة من غير إذن زوجها ثم عقبت فقط إذا كان زوجها هجرها أو قصر معها أو ربما أذاها أو غير ذلك؟ الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج بغير إذن زوجها، وهذا هو الأصل، لأن زوجها هو ولي أمرها ويجب عليها أن تطيعه، فلا تخرج بغير إذنه. لكن إذا احتاجت الخروج وكان مقصرا معها وكما ذكرت هاجرا لها ولا ينفق عليها ومقصرا معها، فإذا احتاجت للخروج فلا بأس، لأن الزوج إذا قصر في حق زوجته فلها أن تقصر أيضا في حق الزوج، لكن يقيد ذلك بحدود الحاجة فقط. نعم. طيب قتيبة من الكويت يسألكم عن الجمع في الغبار. الجمع في الغبار لا يجوز الجمع في الغبار، وذلك لعدم وجود الحرج والمشقة، اللهم إلا في حالات خاصة، في حالات خاصة يكون الغبار شديدا معها وبحيث يؤثر ذلك على حركة الناس في الشوارع، يؤثر على حركة السيارات وحركة الناس والحركة التجارية، تغلق المحلات، فهنا نقول الحرج ظاهر فيجوز الجمع. أما إذا كان يعني مثل الغبار الذي أتى قبل أيام فهذا لا يؤثر حقيقة، يعني ليس فيه حرج ظاهر ولا حرج كبير، ولذلك لا يجوز الجمع في مثل هذا الغبار. وأنا أعجب من بعض أئمة المساجد الذين جمعوا في مثل ذلك الغبار، مع أن المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها الغبار ويأتيها البرد الشديد ويعتري المدينة ما يعتريها، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في مثل تلك الظروف. اللهم إلا إذا وجد حرج ظاهر، وذكرت ضابط الحرج لأن الناس يختلفون في تقدير هذا الحرج، هو مناط عند أهل العلم بالعرف، لكن أيضا العرف يختلف الناس في فهمه في هذه المسألة، وذكرت لهذا ضابطا أن يؤثر على حركة الناس في الشوارع وعلى حركة تجارية بحيث تغلق المحلات، بحيث يعني تقل حركة السيارات في الشوارع، هنا معنى ذلك أن هناك حرج ظاهر وأن الناس قد لزموا بيوتهم بسبب هذا الحرج، ففي هذه الحال يجوز الجمع سواء للمطر الغزير أو للغبار الشديد أو لغير ذلك. طيب نعم. أخذ بس شوي من الإخوان في المنتدى اللي كتبوا هنا، مثلا إحدى الأخوات كتبت ما حكم وضع البرستيجة وليست الباروكة لتسريحة الشعر والحشوة؟ طبعا الأخوات في المنتدى وضحوا، الأخت سحاب كتبت البرستيجة شعر صناعي يوضع على الشعر للتجميل، التسريحة وأحيانا توصل بالشعر لتكثيفه، مش الحكم فيها؟ مر عليك شيخ البرستيجة؟ نعم، إذا كانت هذه يظهر للناظر أنها كأنها يعني من شعر المرأة وفيها نوع من التلبيس والتزوير، وأن الناظر لهذه المرأة يظن أن شعرها كثيف، هذا لا يجوز لما ذكرناه في أول حلقة من أن الصحيح في علة النهي عن الوصل أنه التزوير، وذكرنا الدليل لذلك. أما إذا كان هذا الشعر ظاهر وواضح بأنه ليس شعر المرأة وأن المرأة إنما وضعته للزينة فلا بأس به، يكون إذا الجواب بناء على هذا التفصيل. طيب هنا في منتدى الجواب الكافي الأخت أمجاد تسأل بالنسبة لحكم الجراد، الآن أكل الجراد هل ورد في ذلك؟ لا بأس بأكل الجراد، وهو منقول مأثور عن الصحابة وعن التابعين، وهو حلال كما في حديث ابن عمر حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد. نعم. فالجراد يجوز أكله وهو المنقول ومأثور عن السلف في هذا. نعم. السؤالها الثاني أيضا بالنسبة لأجرت عملية في كما ذكرت هنا في أنفها ويشكل عليها مسألة السجود الآن، فماذا تفعل الآن؟
خاصة يعني طبيا تنصح بغير ذلك كما ذكرت. نعم، إذا كان الطبيب نصحه بعدم السجود فإنها تومئ بالسجود، لكن المرجع في ذلك للأطباء للمختصين، لا يفتي الإنسان نفسه بنفسه، لأن نجد أن بعض العامة تجد أنه يفتي نفسه بنفسه، فتجد أنه يصلي وهو قاعد لا يقوم. نعم. مع أن في أمور الدنيا ما في أنشط منه، وتجد أنه لا يسجد، مع أنه في أمور الدنيا تجد أنه يقوم بأعمال أعظم من السجود، يصلي بكرسي ويصلي بكرسي ولا أقوى منه. وإذا دخلت الآن كثير من المساجد تجد ما شاء الله العدد كثير من الكراسي تصبح مسرح مو مسجد. فالحقيقة فيه تساهل، فيه تساهل، هذا التساهل من قديم. يعني الإمام الشافعي ذكر قال في زمنه كان هناك رجل قد بلغ 90 عاما وكان يعلم الجوال الغناء قائما، فإذا أتى المسجد يصلي صلى جالسا الشيطان. هذا يعني من قديم، ولذلك نحن نقول الأصل أن المسلم يأتي بالصلاة بجميع أركانها، القيام مع القدرة في الفريضة، كذلك الركوع السجود. المرجع في ذلك للطبيب، إذا قال الطبيب إن هذا القيام أو هذا الركوع أو السجود يضر به، فحينئذ نقول لا بأس، هنا يصلي جالسا يومئ بالركوع والسجود لا بأس، أو كان قيامه أو ركوعه أو سجوده يشق عليه مشقة يذهب معها الخشوع، يذهب معها الخشوع بهذا القيد، فنقول لا بأس، حينئذ يومئ بالركوع والسجود ويصلي جالسا، وإلا الأصل أنه يأتي بالصلاة بجميع أركانها. سألتك الأخت سؤالا مهما نشوف هذا للنساء، كيف تمسح المرأة رأسها عند الوضوء؟ أي نعم نعم، هذا سؤال جيد. المرأة هي الأصل أنها كالرجل تمسح كما يمسح الرجل، هذا الأصل من الأمام يا شيخ. نعم، وإشكال عليها هذا هو الأصل، وهناك يعني بدائل لك. الأصل أنها تبدأ من مقدمة شعر الرأس إلى آخر إلى مؤخرته، ثم من مؤخرته إلى مقدمته، نعم، إلى الموضع الذي بدأت منه. يجوز لها أن تمسح مرة واحدة، يعني تبدأ مقدمة الرأس إلى آخره فقط. يجوز لها أيضا، هذه الصفة الثالثة ذكرها الإمام أحمد، أنها تضع بعدما تبل يديها بالماء، تضع يديها على وسط رأسها ثم تمسح مقدمة الرأس وأيضا مؤخرة الرأس. طيب، هذه ثلاث صفات كلها جائزة، أكملها الأولى، لكن لها أن تأخذ الصفة الثانية أو الثالثة. طيب، أخذ اتصالات الأخيرة في الحلقة. محمد من اليمن، السلام عليكم. السلام. هلا حياك الله. كيف هلا والله. هلا. أريد أسأل الشيخ. اسأل. صلاة العصر مع الجمعة الذي صلى في الساحات الآن في اليمن، هذه جائزة أو لا؟ كل جمعة. لكن بناء على فتوى. هل أفتاكم علماء بهذا؟ وصلوا الجمعة في الساحات. لا أدري، بس أشاهد التلفزيون وأنا ما نش معهم، بس أشاهد. صل يا قصد الشيخ، صلوا الجمعة في الساحات. يعني. يصلوا الجمعة ويجمعوا معها العصر. يجمعوا معها العصر. هنا. طيب، شكرا محمد، شكرا لك. أبو ناصر، السلام عليكم. ونسأل الله يعني أن يرحم إخواننا في اليمن ويجمع شملهم ويؤلمنا جدا ما يجري الآن في اليمن. أبو ناصر، السلام عليكم. عليكم السلام أخوي. حياك الله. الله يحييك، كيف الحال أخي؟ هلا أبو ناصر، تفضل. الله يجزيك تفضل، كان عندي سؤال يا شيخ. تفضل. الحين واحد عنده أرض وحال عليه حول. إيه. وراتب يمكن نص راتب يروح في القروض، ما أدري هل يزكي، يقدر يزكي واجب عليه الزكاة ولا؟ طيب. والأرض معدل التجارة؟ إيه نعم، معدل التجارة. طيب. نعم. شكرا أبو ناصر. سعود المتصل الأخير عشان بس الوقت. سعود، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ هلا حبيبنا سعود، يا مرحبا. بغيت اسالكم الله يجزاك خير، عندي الوالد لها اولاد ولا يصرف عليهم. نعم. واصرف انا من الزكاه، هل هو جائز ام لا؟ الوالد لا يصرف على ابنائه؟ يعني ما يصرف عليهم، هو تعبان كبير سنه، هو مقدر انه يصرف بس انه ما يقدر. وانت يا ابو سعود تبي تصرف عليهم من زكاتك؟ اي نعم. هم اخوانك؟ اخواني من ام ثانيه. اي طيب، والله محتاجين؟ بس نقص عليهم يعني. لا لا، الحاجة ماش حاجة يعني. لكن يعني الوالد ما يعطيهم، الوالد ما يكفيهم إلى آخر الشهر مثلا؟ لا لا، ما يعطي آخر، لهم مصروف آخر الشهر ما يعطيهم، أنا اللي يعطيهم. هل يجوز أن يعطيهم؟ أبشر أبشر يسعود، محتاجين. أبشر يسعود، أعطيهم من مالي لأنه ما يعطيهم. طيب طيب، الله يغنيك. أبشر يا سعود، تلقى الأجر عند رب العالمين. شكرا لك، شكرا لك. أنا بأخذ الأسئلة عشان لحد بس يقولنا ما جاوبنا له. سألت أيضا الأخت غالي، إذا طلعت رجل المرأة في الصلاة عليها شيء؟ ليس عليها شيء، في أرجح أقوالها العلم واختيار ابن عباس بن تيمية أن ستر الكفين والقدمين في الصلاة أنه مستحب وليس بواجب. نعم. طيب، سألتك الأخت أسماء، المعلمة تساعد الطالبات أثناء المراجعة في الأيام هذه، هذا فيه تفصيل، إذا كانت هذه المساعدة بإخبار الطالبات بالأسئلة هذا لا يجوز، لأن هذا خيانة للأمانة. طيب. أما إذا كان المقصود تقريب وتوضيح وتبسيط المنهج، نعم، فهذا لا بأس به، بأن مثلا
تجعل مثلا هذا الفصل تجعل عليه مثلا 10 أسئلة، الفصل الثاني 5 أسئلة، الفصل الثالث هذا لا بأس به إذا كان تقريب وتوضيح وتبسيط، لكن لا تعطيه. أما أنها تقول هذه الأسئلة ستأتي في الاختبار، هذا غش وخيانة للأمانة. طيب سألتك الأخت أسماء أيضا القصر والجمع، هم يسكنون في الرياض وعندهم بيت آخر في القصيم كما ذكرت. ليس لهم القصر ما دام أن عندهم بيت آخر في القصيم، فهم في الرياض وفي القصيم ليسوا مسافرين، وإنما يقصرون فقط في الطريق. طيب سألتك الأخت ماجد، توفيت أختها رحمها الله بعد سنة من زواجها، عندها مجوهرات، عندها ملابس، كيف يتصرفون فيها الآن؟ هذه كلها تكون للورثة، جميع ما خلفت هذه المرأة الميتة تكون للورثة، فالورثة هم الذين يتصرفون فيها، إن شاءوا تصدقوا بها، إن شاءوا أخذوها، إن شاءوا باعوها، فهي انتقلت الآن يعني الملكية فيها انتقلت للورثة، لورثة هذه المرأة الميتة. من اليمن سألك محمد، صار الجمع العصر والجمعة كما يجري الآن في الثورات العربية التي تجري الآن والصلاة خارج في الساحات، يعني هذه محل خلاف بين الفقهاء، فإن كان قد بنوا هذا على فتوى لعلماء فلا حرج عليهم، أما إذا كان لم يبنى على فتوى فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع الجمع بين العصر وبين الجمعة، صحيح. وذلك لعدم يعني ورود الدليل الدال لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب الجمعة وأتاه رجل وقال هلكت أموال وانقطعت السبل فأدعو الله أن يغيثنا، فرفع يديه ونزل المطر، نزل مطر غزير، نعم. يقول الراوي تحادر من لحيته، ومع ذلك لم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام العصر مع الجمعة، فالصحيح أنه لا يجمع العصر مع الجمعة إلا إذا كانوا قد أفتوا بذلك، فلا حرج أن يأخذوا بفتوى من أفتنا. أبو ناصر سألك، عنده أرض حال عليها الحول أعدت للتجارة، يقول نصف راتبي يروح كله في قروض، هل عليه زكاة؟ هذه أيضا مسألة محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن عليه زكاة، وذلك لأن الزكاة تتعلق بعين المال والدين متعلق بالذمة، فالجهة منفكة، ولأن معظم أصحاب الحروث والمواشي الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لهم السعاة، كان معظمهم لا تخلو أمورهم من ديون، وكانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ماله أن يسألوهم هل عليهم ديون أم لا، فدل ذلك على أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة، فالصحيح وهو الذي اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى أن الدين لا يمنع من الزكاة، وبناء على ذلك نقول أخي تجب عليك الزكاة وإن كنت مدينة. سعود ذكرنا والد لا يصرف على أبنائه من أمه، فسعود الآن يريد أن يصرف عليهم من زكاته، لا بأس بهذا، بل كونه يدفع الزكاة إليهم أفضل من كونه يدفعها إلى غيرهم، لأنه يجمع بذلك بين كونها زكاة وكونها صلة رحم. الأخت اللي سألت شيخ سعد، يا ربي رباها الورد فيها شيء؟ لا بأس بهذا. سألت كأن الأخوة الذين عدلوا، ذكرت الأخت أم صهيب من ليبيا، حكم السترة الداخلية، كأنهم أنا ما أدري ربما في المشرق العربي وربما في الشمال في المغرب وغيره يرون إشكالية لبس المرأة الملابس الداخلية، هل ورد في ذلك شيء؟ الأصل في هذا الحل والإباحة، هذا الأصل، وليس الإنسان يمنع شيئا أباحه الله تعالى إلا بدليل. نعم. شكرا لكم شيخ سعد على المشاركة معنا في الجواب الكافي، وشكرا لكم والإخوة المشاهدين، شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور سعادة بن تركي الخثلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. اللقاء بكم يتجدد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة، ضيف حلقة يوم الجمعة معالي الشيخ عبد الله بن علي الركبان. لا تنسوا أن تدعوا لإخوانكم الذين يعانون الآن الحصار الشديد، وخصوصا وأخص إخواننا وأشقائنا في سوريا، نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم وأن يرحمهم وينزل عليهم السكينة من عنده. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.